طبعا احنا حطينا الاعلان اخت ميسة على الهواء، وطبعا اكيد في ناس بتحب تزور، احنا عارفين في ناس راح يجوا من لبنان، راح يكون البعض من مصر، وبس الأكثرية راح يكون من سوريا، من كل سوريا بتهيأ اللي راح يجوا من كل المحافظات، لأنه المنطقة وادي النصارى منطقة جميلة سياحية، وعادة بيكون فيها ناس كتير بهذا الموسم في شهر 8. صحيح صحيح، وفي ناس كمان حيجوا من الأردن، وكل المغتربين السوريين اللي عايشين برا حقيقة يعني بعد ما حطينا الإعلان وحطيته على الفيسبوك، أنا بعثوا لي على الماسنجر إنه هن جايين من السويد، جايين من أمريكا، جايين من كندا، كل المغتربين السوريين حيكونوا بهذا الوقت موجودين وحيحضروا المهرجان بين عمات الرب. طبعا احنا بنطلب من كل المشاهدين كمان يرفعونا بالصلاة يا أخت ميسة، لأنه فعلا آمين آمين، الغرض مش الجمعة أو الاحتفال، الغرض هو أنه نمجد الرب في حياتنا، ألا تتفق معي؟ آمين آمين. طبعا أكيد أكيد أكيد، نحن ما عندنا أي هدف ثاني غير أنه فعلا الناس تفتح قلبها وتعرف أنه هيدا الإله هو الملك، هو السيد، يتسيد على حياتها، يتسيد على البلد، يتسيد على العائلات، يتسيد على المدن، يتسيد على الآباء، على الكهنة، على كل الناس اللي موجودين بسوريا، حتى يعرفوا أنه وحده هو فعلا المخلص. ونشكر الرب أنه بسبب صلواتكم وبسبب صلوات السوريين وصلوات الكنيسة في العالم، أنه الرب سمع على صلواتكم والأمور استقرت في البلد، وهيدا إلهنا العظيم عم نعلن مجده من أول وجديد، عم نسبحه وعم نمجده. ولازم يا سيس يعني صار الوقت اللي الناس لازم تعرف أنه هيدا الإله هو الإله الحقيقي وحده.